إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. ياني أنا حاسس إن مولع يا حاج. يا لهوي مالك يا حاج؟ أنا جسمي همدان قوي ورجلي مش شايلاني. أنا باين عليا خدت برد. أنا خدت برد يا حاج، عارف ليه؟ لأنه روحت بدري يعني بدري قوي كده، حطيت مية وأكل للمواشي والجو كان برد حبتين. أنا خدت قرصين من بتوع البرد دول وهنام شوية كده يمكن أرتاح وإن شاء الله كله يبقى تمام. لكن الجو مش برد قوي يا حاج، وانت نازل من هنا كويس. تكونش يا اخوي اتعديت من لمؤاخذة المواشي. ايه دي يا حاج اللي بتقول ايه دي؟ انت بتقول ايه يا حاج؟ مواشي ايه اللي هتعدي منها؟ لا 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 يا ستي، قولي كلام غير ده. قولي كلام غير ده يا حاج. العدوى من المواشي قال. الله العظيم، ما ده اسمه كلام. مش قصدي حاجة وحشة لا قدر الله يا حاج، بس انا كنت سمعت في التلفزيون ان في امراض بتتنقل كده ما بين الناس ولا مؤاخذه المواشي والحيوانات اللي بنربيها في بيوتنا. يعني لازم كلنا نبقى واعيين بالكلام ده عشان الامراض دي ما تعديناش ونتعب ونعيا لا قدر الله. شوف يا اخوي، انت لازم تقوم دلوقتي تروح للدكتور بسرعه نكشف عليك وتبقى حلو يا حاج، ده انت الخير والبركه بتاعتنا. في نوع من أنواع الحمى اسمه الحمى الملطية أو داء البروسيلا، وده عبارة عن عدوى بنوع من أنواع البكتيريا بتنتقل من الحيوان للإنسان. بتنتقل عن طريق تناول اللبن الخام أو الغير مبستر، أو عن طريق التعامل المباشر مع الحيوانات المصابة بهذا النوع من البكتيريا زي الماشية والماعز والخراف. علشان كده من أكتر المهن المعرضة لهذا النوع من العدوى هم الناس اللي بيعملوا في تربية الحيوانات ومزارع الألبان والأطباء البيطريون والأطباء أخصائي التحاليل الميكروبيولوجية اللي بيتعاملوا مع سوائل الحيوانات. الحمى دي أعراضها بتكون ارتفاع في درجة الحرارة أو صداع أو إرهاق شديد وألم في المفاصل وفقدان في الشهية. علاج النوع ده من الحمى بيكون بالمضادات الحيوية لكن لفترات طويلة توصل لست أسابيع على الأقل، وممكن عند بعض الناس الإصابة دي تبقى مزمنة وتستغرق شهور وترجع ترتفع درجة الحرارة تاني. علشان كده الوقاية خير من العلاج، والوقاية هنا بتكون بتجنب الأطعمة اللي بتحتوي على ألبان غير مبسترة، ولابد من الاهتمام جيدا بطهي اللحوم بدرجة حرارة تصل إلى 70 درجة مئوية على الأقل. وبالنسبة للناس اللي طبيعة عملهم بتحتم عليهم التعامل المباشر مع الحيوانات، لابد من ارتداء قفازات أو ملابس واقية أثناء التعامل والاهتمام جيدا بقواعد النظافة الشخصية بعد التعامل مع الحيوان من ناحية غسيل الأيدي واتباع قواعد التطهير. دمتم في صحة وسلامة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.